رجل شجر رأسه احتلم فأفداه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من برنامجكم هل سألوا، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في حلقة اليوم. مشاهدينا الأعزاء باسمكم أرحب بمعلمنا وأستاذنا في هذه الأمسية فضيلة شيخ الدكتور كمال بوزيدي، أهلا بك شيخ كمال. وبكم أهلا وسهلا. مرحبا. يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول أيضا في آية أخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عن الابتلاء والحكمة منه وتعامل المؤمن مع الابتلاءات يحدثنا فضيلة الشيخ كمال بوزيدي، تفضل الشيخ. شكرا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. الابتلاء هو يعني في الحقيقة سنة المرسلين وسنة المؤمنين وسنة كذلك الناس أجمعين. فالله سبحانه وتعالى قد ابتلى أحب الناس إليه وهم الأنبياء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أشدكم بلاء هم الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين، وهكذا. فالأنبياء ابتلوا بالرغم أنهم هم يعني الأخلصون من عباده، وهم كذلك المخلصين من عباده، وهم أحب الناس إلى الله تعالى من خلقه يعني من البشر. فالأنبياء وهم رسل الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، رغم ذلك لم يعطيهم ما نسميه بمعنى العافية التامة، العافية الكاملة، بمعنى أنهم لم يكونوا يعني محرومين من المرض، من الفقر، من الأذى، من يعني من تحريش الناس عليهم، من كراهية الناس لهم، إلى غير ذلك. هذا كله ابتلاء. فالله تعالى أراد أن ينمي شخصية الأنبياء، وأن هذه الدعوة ليست بمعنى دعوة موضوعة لها طريق الحرير، وإنما فيها طريق الشوك. والشوك إذا مررت عليه مرة بمعنى أنت تشاك بشوكة، وقد لا. فالأنبياء وما أدراك ابتلوا بالمرض، وما أدراك سيدنا أيوب عليه السلام. شوف حتى يعني كم باقي سيدنا أيوب وهو مريض، بالرغم من ذلك استحيا من الله تعالى، يقول: يا رب اشفيني. فقد قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالوا اشفيني حياء، قالوا اشفيني يا ربي. ومن الأنبياء يعني بمعنى بعض الأنبياء قتلوا وصبروا على ذلك الأذى، أذى الموت الذي بمعنى لحق بهم من طرف أعدائهم. وبعضهم أوذوا يعني في قضية بمعنى سيدنا إبراهيم وما أدراك، ألقي في النار، أوذي فألقي في النار، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى منع النار أن تحرقه. وسيدنا نوح كيف قوبل من طرف قومه، ورغم ذلك صبر عليهم ويستهزئون به ليلا ونهارا. وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يعني أوذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك صبر. ورغم هذا يعني رغم ذلك الأذى ورغم ذلك الشر الذي لقي من قومه، إلا أنه بما أن له سلامة الصدر، بما أنه هو من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، يعني هو خيرة يعني خلق الله سبحانه وتعالى، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بمعنى لا يعلمون قيمتي، لا يعلمون منزلتي عندك يا رب العالمين. فهم جهال
يجهلون هذه المرتبة، يجهلون هذه القيمة التي أنا عندك بهذه المنزلة، فهم لا يعلمونها. فلذلك لما علم الصحابة رضي الله عنهم بعد يعني فترة ما دخلوا الإسلام عرفوا من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفوا يعني قيمة سيدنا محمد عند الله سبحانه وتعالى، فأحبوه ودافعوا عنه إلى غير ذلك. فالإنسان إذن يبتلى، وابتلي سيدنا أبو بكر وعمر وعلي وعثمان والصحابة، كثير من ابتلوا، وكذلك الصالحون ابتلوا رغم أنهم من خيار خلق الله، ولكن ابتلوا. فالابتلاء قد يكون عاما وقد يكون خاصا. فهؤلاء كلها من الخواص، يعني بمعنى هذا ابتلاء فردي. أما ابتلاء جماعي كما حدث في عهد سيدنا عمر، الطاعون ابتلوا بالطاعون، مرض عام هو الطاعون، في يعني قد وقع على أهل الشام. فلما جاء يعني سيدنا عمر ليلتحق بالجند في الشام، فلما سمع بأن في أرض الشام مرض يسمى الطاعون، فسيدنا عمر تراجع عن هذا السفر هذا ورجع إلى المدينة. فقيل له: يا أمير المؤمن، أتفر من قضاء الله وقدره؟ قال: نعم، أفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره. إنه كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا يعني وقع بلاء في أرض وكنتم فيها فلا تخرجوا منها. شفتم؟ هذا ما معنى هذا؟ بمعنى حتى لا تؤذوا غيركم من الذين ليسوا منكم، وإن كنتم خارجين عنها فلا تدخلوها حتى لا تؤذوا. فإذا الإنسان إذا كان في أرض فيها بلاء، وهذا البلاء معدي وهو بلاء عام، فلا يخرج من تلك المنطقة، فلا يخرج منها حتى لا يؤذي غيره. إذا مثلا نفرض أن إنسان مريض بمرض معدي، لا يجوز له أن يذهب مثلا إلى المسجد ليصلي في المسجد، ما يجوزلوش. فإن ذهب وآذى غيره قد ارتكب حراما، في الحقيقة جريمة. إن مات ذلك الإنسان وكان ذلك المرض بمعنى ذلك قاتل، وتسبب في قتله بنقل ذلك المرض عن طريق العدوى إلى صاحبه، أن أصبحت جريمة، قد ارتكب خطرا وإثما مبينا، وارتكب بمعنى يعني كبيرة من الكبائر، لأنه نقل مرضا إلى أخيه المسلم الذي لا يدري بمعنى هذا المرض، هذا هو مريض مرض معدي ولا لا، ولكن هو قد نقل إلى غيره هذا المرض، وهذا مما لا يليق بمسلم أن يأذي إخوانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرر، لا تحب أن تتضرر أنت من غيرك، ولا يحب غيرك أن يتضرر منك أنت. فلا يجوز بمعنى الإنسان أن يعني يضر بأخيه، ولا يحب أخاه أن يضر به، لذلك قال: لا ضرر ولا ضرر، يجوز. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم ابتلاء، ابتلاء يعني يبتلينا بالخوف، يبتلينا في الجسم، يبتلينا في الرزق، يبتلينا في الأنفس، في الأنفس يعني في الأبدان وفي الحياة، يعني حياتك وما أدراك يبتليك الله بها، يعني قد تموت وقد لا تموت، يعني في مرحلة من المراحل انت تكون انت على وشك الموت، يعني فيه بعض الأمراض يعني غالبا ما تؤدي إلى الموت، مثل السرطان اللي هو بمعنى الإيدز، مثلا الإيدز اللي كان من قبل كان الناس محسوبين على أنه يعتبر مرض الموت. فلذلك الإنسان لما يبتلى بهذا عند البلاء لابد الإنسان يفر إلى الله، ففروا إلى الله، يعني البلاء لما يأتي، وخاصة يعني إذا لم يكن له يعني الدواء معروف، يبقى الفرار إلى من؟ فرار إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. إذن لا مفر لنا من هذا الميكروب أو من هذا المرض أو من هذا الجرثومة أو من هذا الشيء الأذى الذي قد يعني في الحقيقة أصابنا إلا إلى الله، ما عندناش دواء. أولا الحيطة واجبة والحذر واجب، يعني نأخذ الحذر منه حتى لا ينتشر، وحتى كذلك لا يعني يمشي في أوساط الناس حتى يزداد عوض، بمعنى أن يموت
بإذن الله تعالى واحد ولا عشرة يموتوا ألف. هذا نقولوا لا، لابد أن يتوقف الزحف هذا تاع المرض، أن يتوقف زحفه حتى لا يمشي أكثر مما هو عليه الآن. هذا الحيطة والحذر، ربي قالنا وخذوا حذركم، ناخذوا حذرنا، هذه وقاية، لازم بمعنى ناخذ الحذر تاعنا حتى لا نقع في مثل هذا ولا نزيد هذا المرض أكثر انتشارا إلى غير ذلك. وزيد على ذلك لما نصاب بهذه المصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إنسان يقول اللهم اخلف لنا في مصيبتنا مصيبتنا هذه خير منها، يعني بعد عنا هذا المرض هذا ونحى لنا هذا المرض هذا وخلف لنا الأمن والأمان والصحة والعافية يا أرحم الراحمين. ولكن احنا يفترض فينا أننا يعني نقرأ القرآن الكريم، نختم ختمات قرآنية في كل مدارس قرآنية بانفراد، مو شرط جماعة، بانفراد كل واحد يعني يجيب ختمة في داره، يجيب ختمة بعد الختمة يرفع يلم ولاده ويدعو يقول يا رب ارفع علينا البلاء إن شاء الله، هذه قراءة القرآن هذه العمل عملنا عملا صالحا، اجعل بركة القرآن الكريم اللي قرأناها يا مولانا اجعله إن شاء الله شفاء لنا، اللهم اجعله شفاء وارفع علينا البلاء لنا فيه وبعد علينا هذا البلاء، ونسألك العافية ارحمه فينا احنا يعني في أجسادنا في أولادنا وفي ديارنا وأهالينا وفي بلادنا جميعا وبلاد المسلمين. يعني يدعي يا رب اسمه باش يرفع لنا، ويجبوا ويتصدقون يعني يتقربون إلى الله تعالى بالصدقة، واجعل هذه الصدقة هذه كذلك لهم، قال ما اجعل هذه الصدقة إن شاء الله يا ربي شفاء لنا ودفاعا عنا عن يعني هذه الأمراض الظاهرة منها والباطنة، من نعرفها ومن لا نعرفها يعني يا ربي بعدها عنا صدقة. وكثرة الاستغفار، سنستغفر إلى الله تعالى يعني يزداد بما التقرب من الله أكثر فأكثر بالاعتراف بذنبه، اعترفوا بأن يا رب قصرنا وأننا لم نعطيك حقك كما تحب، فاللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا وبعد علينا هذا البلاء، يا رب احنا عبادك احنا ضعفاء احنا بمعنى آثمون احنا مذنبون واحنا مقصرون وكذا كذا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا ما قصرنا وما أخطأنا فيه، فأنت ربنا وأنت ولينا وأنت الغني وأنت الغافر وأنت التواب وأنت الغفور وأنت الرحيم وأنت الرحمن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ارفع عنا بهذا ما أصابنا وغير ذلك، يعني بمعنى نعمل أعمالا صالحة ولا نصوم. إنسان بعض الناس يصوموا أجل هذا يتقدمون ويتقربون من الله تعالى بالصوم، من ليس له صدقة يصوم، بالذكر كثرة الذكر يعني بيجيب مثلا كثرة الاستغفار كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة التسبيح بعد ما ينتهي يعني يدعي الله سبحانه وتعالى، اللهم اجعل هذا الذكر ان شاء الله يا رب يجعله ان شاء الله دفاعا عنا وحماية وعفوا وكذلك عافية لنا يا رب العالمين ولأولادنا ولبلادنا وبلاد المسلمين عن كل ما أصابنا من هذا البلاء وما دخل علينا من الخوف من هذا البلاء، فاللهم يعني لا قوة لنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فأنت ربنا وولينا وأنت القادر على كل شيء. فلهذا نسأل الله تعالى يعني باش يرفع عنا هذا البلاء، لأن البلاء إنسان يصاب به، ولكن فقط كيف الإنسان يتلقاه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مصيبة نقول إنا لله وإنا راجعون، فاللهم يعني خلفنا أجرنا في مصيبتنا هذه وأجرنا يعني وخلفنا خير منها يا رب العالمين، وخرجنا منها من هذه الوضعية اللي احنا فيها إلى وضعية أفضل، وربي يرفع علينا إن شاء الله هذا البلاء ويرفع علينا إن شاء الله هذا يعني الوباء ويرزقنا إن شاء الله العافية وتمام العافية، ويرزقنا الصحة في الأبدان والصحة في العقول والصحة كذلك في الأعمال والصدق في القلوب والمحبة كذلك فيما بيننا، ولنعمل جميعا حتى يعني نوحد صفوفنا ويرضى الله سبحانه وتعالى
وفر اللهم يا رب العالمين تقبل منا آمين. انك انت السميع العليم. امين. جزاك الله عنا كل خير. شكرا جزيلا فضيله الشيخ دكتور كمال البوزيدي. نسال الله تبارك وتعالى ان يرفع عنا البلاء آمين. وان يحفظنا ويحفظ هذا الوطن العزيز واهله وكافه المسلمين. مشاهدينا الاعزاء نستقبل على بركه اتصالاتكم لمن يود التواصل معنا. رقم الهاتف تظهر امامكم على الشاشه. دكتور بوزيدي في الاسبوع الماضي بقي لنا سؤال لايمان من قسنطينه كانت قد سالت. السؤال الاول تقول تحفظ القران الكريم وتجتهد في ذلك بالسماع في المنزل ولكنها لا تستطيع ان تحفظه بالاحكام، فهل هذا الأمر يجوز وهل من نصيحة لها؟ نعم، هي القرآن يحفظ كثير من يعني خاصة الأعمى يحفظه بالسماع. نعم، فالسماع ليس عيبا، بالعكس إذا كان السماع من قارئ يتقن القراءة فإنها تحفظه إن شاء الله، يعني حفظا يعني متقنا وحفظا سليما، خاصة من من القراء الكبار تسمعهم بمعنى ما يقرؤون، فقط أنها تحمل ما تسمعه وتنقل ما تسمعه نقلا صحيحا، بمعنى أنها تحفظ بناء على السماع، ولكن السماع يكون بمعنى دقيقا كما يقول هو تحفظ، بمعنى تسير بمعنى أنه يتوقف في شهنة توقف معه، إلى بمعنى شاف بمعنى ميم وميم دارت دير كذا، بمعنى هنا إدغام تعرف، يعني بمعنى تصبح هي حافظة للقرآن مجودة له من غير أن تعلم، يعني تحفظ القرآن حفظا متينا وحفظا صحيحا مع تجويده من غير أن تعلم، يعني مطبقة للأحكام مطبقة دون أن من غير أن تعلم. نعم. يعني بمعنى من كثرة السماع، يعني من قارئ معروف من القراء الكبار لما تسمع لهم تحفظ عليهم تحفظ حفظا صحيحا، وهذا بمعنى نقول لها إذا في هذه الحالة بما أنك حفظت القرآن حفظا سليما وصحيحا ماهوش شرط، بمعنى ان ما دام ما تعرفش تقرا وما تعرفش عافي فاقت مسكين الله غالب ربي يرزقها ان شاء الله. امين. القراءه والكتابه وتعود تتعلم، يعني احنا التجويد هو حتم لازم، الانسان لابد الانسان الذي يستطيع ان يتعلم التجويد واجب في حقه ان يتعلم، اما بمعنى الذي لا يحسن القراءه ولا الكتابه ان له هذا فيحاول يعمل جهد، ولكن لا نقول ما تحفظ احفظ ولو بغير احكام احفظ. نعم. بعد الاحكام ستاتي ان شاء الله في يوم من الايام ان تحفظ انت عن طريق السماع، وان شاء الله شوف من يتقن القراءه من يحسن التلاوه، ان استطعت بمعنى تسمع من القراء الكبار اسمع احفظ كما يقولون احفظ، ولما توجد مثلا هذوك الان الحمد لله كان حتى من نسوه قارئات تعرض عليها ولا شوف اذا يعني حافظ مليح ولا لا، تعرض عليه وتتعلم ولو بالسماع تعلمها تعلمها وتعود تتقن القراءه ان شاء الله، وعندها اجر مهم، عندها اجر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرا القران وهو ماهر به فهو مع الكرام البرره، وان الله يستمع اليه والملائكه تحيطه، هذا الذي يتقن قراءه القران الذي يجود ويعرف يقرا القران قراءه مجوده الملائكه تدور به وتسمع له وحتى الرحمن يسمع له. واما الذي يقرا القران وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق، معناته مسكين ما يعرفش الاحكام ولا يقوقب يعني شويه يصعب عليه وهو عليه شاق، يعني مسكين يعني جه صعب باش القراءه هذه، قال له اجران. قال العلماء وش هو الاجران؟ اجر التلاوه واجر النظر الى المصحف. يعني عنده اجران. سأعود اليكم شيخنا الفضيل استسمحك حتى لا نتاخر على من اتصل بنا. ام محمد من تلمسان. السلام عليكم ام محمد. محمد من تلمسان السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك، تفضلي. هذه من تبسه. ام محمد. هذه هذه من تبسه. علي من تبسه. طيب لعلنا سعلي فقط اصبر معنا شوي. نعم سعلي. جابو جابو جابو. اذا كان ام محمد اولا نستمع الى سؤالها. ايوه. طيب تفضل علي، تفضل علي من تبسه. نعم مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا راني رجل كبير مسن، عندي حوالي 80 سنة. الله يبارك. تفهمي؟ ألو. نسمعوك مليح سي علي، تفضل. قلت لك راني أنا كبير ورحت الحج قبل. أيوا. رحت الحج ومرتي العمرة. وشفت معايا بدون تاع زمزم تاع 5 ترات، نسأل هذه
كي نوصي يغسلني به يجوز ولا لا يجوز؟ سي علي عاود لنا السؤال من فضلك، في الحج؟ قلت لك رحت الحج صدقات قبل ورحت للعمرة. ايوه. واللي خدمت بدون تاع ماء زمزم. ايوه. تاع 5 سنوات، راني مخمل تو باش نوصي كي نموت يغسلوني به يجوز ولا لا يجوز؟ يغسلوك بماء زمزم. ايه. نعم واضح. واضح واضح واضح. نعم. نعم. شكرا. الله يسلمك، بارك الله فيك سي علي، شكرا جزيلا. ان شاء الله تسمع الاجابه بعد قليل. الى ام محمد بنت الامسان، السلام عليكم. محمد لو تكرمتي فقط رفع الصوت شويه باش نسمعكم مليح. نعم اخيرا نسمعك. ايوه تفضلي. انا عندي سؤال بخصوص الطلاق. ايه. انا زوجي طلقني 5 مرات للصدقات، ودوك راني في حيره من امري، عندي الدراري ما عرفت نروح ما عرفت نقعد، هو في جيه وانا في جيه، ولادي يتساءلوا علاش راكو هاك، وراني في حيره من امري بالقوه. يا محمد من فضلك من فضلك عاودي لنا السؤال غير بالعقل، لانه لا نسمعك جيدا، الصوت فيه شويه خلل، والموضوع حساس جدا. راك تكلمي لنا على موضوع الطلاق. زوجي. نعم. هو 5 طلقات في الطرقات، اثنان في الوحده. واضح شيخ، 5 طلقات متتاليه يعني، اثنان ثم ودوك راني في حيره من امري، هو مولي عليه بالنادم ويقول لي غير واش بالمصيبه اللي طاحت عليا، ولادي يتألموا ويبكي وما نجميش على فراق بوهم، وانا في حيره من امري، الله يسترهم. هادشي يقول لي الحل، مانيش باغا نخرج على ولادي. ام محمد يعني رحت الى مجلس علمي في تلمسان او الى مسجد او؟ احنا هنا قريه ما نخرجوش. ولا أول مرة راكي تطرحي هذا السؤال؟ لأول مرة نطرح هذا السؤال، ما نخرجوش أنا قرية وما نساعدناش الظروف ويا تسمى هذيك الجامعة الله غالب. نعم، راكي مع زوجك أم محمد؟ لا ما راهش معايا الزوج. شحال عندك؟ عندك أولاد؟ عندي 3 أولاد. نعم. غير عندي عام. طيب هو 5 مرات شيخ. لا هو باغي يرجعك، باغي يرجعك، مش باغي وش مش عارفين. لا راني ما عرفت الدار، واش هي مدار عليه بالندم، ما هكا يقول لي واش بالمصيبه اللي طاحت عليا، مانيش عارف كيفاش تزوج، انا يقول لي مانيش عارف انا كيفاش تزوج، مانيش عارف هذا واش قابض لي المحصار نتألم نتحصر. نعم. يعني هو كان على بال واش يقول ولا ما جابش خبر؟ مانيش عارفه كيفاش مضروب الحاله هذه. يعني هو ماهوش جايب خبر. عارفه انا الحاجه اللي راها ضرتني، ماني عارفه لا راني في الحلال ولا في الحرام ولا مش عارفه. لا خلينا انتي، هو ايه هو جايب خبر كي قالها ولا ماهوش جايب خبر؟ هو من زوج طلقات الولا قال لك في حاله غضب نرفزه، الزوج انا خلي الشك معاه ما يهضرش بزاف، قليله عندها الهضره، وكي نبغي نهكا نتكلم في الموضوع نخاف يزيد يتوفر بالطلاق، مع مقلق عصبي. ايوا عصبي هو بزاف. عصبي مقلق، ما كانش هكا مقلق، في المساكن تاع الكرام يعني اي حاجه ولو بسيطه يقول لك هكذا. لا ما كانش هكا هو الحقيقه، ما كانش هكا، هي صارت هكا مشاكل على الورث وما شابه من هذه الاشياء كشغل المرض. شيخ ممكن تترك الهاتف؟ خير ما نقولهاش. طيب ام محمد من فضلك لا تغلقي الاتصال، خلي رقم الهاتف عند الزملاء، ان شاء الله سيتصل بك الشيخ لاحقا. هكذا حتى يتبين كثير من الامور في هذا يعني في هذه القضيه لانها مهمه وحساسه، والصوت لا يصلنا جيدا. شكرا ام محمد، فقط اتركي رقم الهاتف عند الزملاء. ربيعه من البويره، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا اخت ربيعه. حبيت تدعي لي. قلت كما نفوز يدعي لي ان شاء الله يا رب. نعم. اي بالدرية صالحة يا ربي ان شاء الله باذن الله تعالى. وحبيت نسقسي على انا زوجي بكري. ايوه. كبير وكان متزوج وعنده مشاكل مع الزوجة تاعو، وكان شوية تبع النساء، وفي رمضان كان
في رمضان كان يخرج هكذا في الصوم هكذا الاخر الشهوة تاعو كان تعرف الشهوة تاعو برك شكلي يبطل الصيام. واضح. هل لازم يعاود الصيام ولا لا؟ واضح الشيخ. نعم. طيب عندك سؤال آخر؟ هذا المكان. شكرا. صلاة سماعينا الإجابة. شكرا جزيلا ربيع. بارك الله فيك. من معنا أيضا؟ طيب ممكن نعود إلى الإجابة على السؤال أو نواصل. نعم مجيد من أين؟ مجيد من عنابة. السلام عليكم. سمعنا أخ مجيد من الهاتف رجاء. الو. نعم مرحبا. بغي نعطيك واحد السؤال. نعم تفضل. انا نمت في المنام، نمت روحي في المنام قاعد نطرق من بعد بكت وشوشت لي كامل ما رقدتش، باغي نشوف المنام هاري ربي يعيشك. نعم. طيب طيب. نعم. ممكن عودنا فقط واش نمت؟ تفضل مجيد. طيب شكرا. يبدو ان الشيخ قد استمع الى السؤال. ان شاء الله خير. عبد العالي من سعيده. السلام عليكم. كيف الحال؟ لاباس الحمد لله. اهلا وسهلا. السلام عليكم اخي الفاضل وعلى شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا لدي ثلاثه اسئله. ايوه تفضل. سؤال اول، انا منذ اشهر قليله ربيت اللحية. أيوة. وأنا أبلغ من العمر 35 سنة. الله يبارك. في مهنة التعليم وأب لي طفل. أبي بارك. الوالد الكريم يصر علي كلما جمعنا المجلس تقريبا كل يوم يقول لي يا عبد العالي اليوم بغيتني نرضى عليك اقلع اللحية. أنا في حيرة من أمري. نعم نعم. السؤال الثاني، يعني حكم الوعدة، احنا عندنا كل سنة نديروا الوعدة تاعنا تاع الولي الصالح سيدي بوزيد. نعم. يعني بغيت الشيخ يقول لنا حكمها في الشرع. ايوه. شرع الدين. والسؤال الثالث يعني متعلق بالغسل، في بعض الأحيان احنا نسكنوا في منطقة نائية. ايوه. ولما أكون على غسل ما كانش في إمكانية زعما باش باش نطهر من الله، هل يجوز لي ان اصلي عندما انهض باكرا من دون غسل ام انتظر حتى زعما بحالك يتاح لي الامر واغتسل واصلي صلاه الصبح؟ عندك صعوبه في مثلا جلب الماء يعني في المنطقه؟ نعم، يعني في الماء دافئ وحتى الظروف ما تسمح زعما باش ندوش في الصباح الباكر ما تسمح لي. نعم نعم. البرد وما كانش. نعم. شكرا لك. شكرا جزيلا عبد العالي. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ونطلب من الشيخ الدعاء. نعم ان شاء الله. الاسره الكريمه ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك. شكرا عبد العالي. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ شعبان من سعيد. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. شوف انا بغيت نسقسي الشيخ، عندي والدين موتى الله يرحمهم، مانيش نزور المقبره بصح الصدقه والدعاء مانيش ننساهم في مانيش ننساهم تماما، نصدق عليهم ونقرا القران عليهم وندعي لهم، واش معليش ولا لازم عليهم في نزور في المقبره؟ نعم واضح. عندك سؤال اخر اخ شعبان؟ ربي يفتح عليكم. شكرا شكرا الله يسلمك. بارك الله فيك. ان شاء الله نجاوبك بحول الله. العمري من البرج. السلام عليكم. اخ العمري السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. تفضل. ربي يبارك فيك. سامح. الله يسلمك. مرحبا. الله يسلمك. والله عندي سؤال البارك، يعني فيما يخص شخص يربي اللحيه ويطلب يطلب منه باش بين ينحيها، هذه من جانب ثاني. اسمح لي، انت تطلب منه؟ لا لا، ها هو يطلب مني باش نحي اللحيه. نعم نعم. معليش. والسؤال الثاني، السؤال الثاني عندي شخص انا وياه
يلوح فيا الكلام بزاف الفتن. رغم التسامح نتاعي معاه، سامحت معاه الا انه تمادى. واش ندير معاه لوجه رب العالمين؟ واش علاقتك به يعني، من العائله او صديق؟ من العائله. نعم من العائله واقرب المقربين ليا. نعم، اذا كان من الوالدين فقط ماذا بينا نعرفه باش؟ انا مش من الوالدين، هذا ماشي طيب. نقول ولد عمي. طيب واضح، بارك الله فيك، ان شاء الله نجاوبك سي العبري. شكرا، الله يسلمك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكل من اتصل بنا، ان شاء الله نجيب على هذه الاسئله التي استمعنا اليها. دكتور كمال، نعود، كنا نجيب على سؤال ايمان من قسنطينه في سؤالها الاول عن قراءه القران باحكام التجويد. نعم، فقلنا اذا كانت لا تتقن الكتابه والقراءه فعليها بالحفظ عن طريق السمع، وقلنا كذلك عليها ان تنسنجد اذا استطاعت بقارئه، يعني الحمد لله عندنا بعض النساء اصبحت يعني قارئات في القران يعني بالتجويد وغيره، فتذهب اليها في المسجد مثلا او في بيتها وتستانس بها لتعلمها احكام التجويد او تصحح لها ما تخطئه في قراءه القران الكريم، فان كانت مصيبه فهي تجيزها على ذلك، و نشكرها على حرصها لحفظ القرآن الكريم إن شاء الله. بارك الله فيك. قلنا بمعنى المرأة التي لا تحسن القراءة ولكن هي تتعب معها عندها أجران. نعم. يعني بمعنى أن الله يعطيها أجرين، أجر القراءة مع المشاق مع التعب، وأجر النظر في القرآن الكريم. نعم. جزاك الله خير. السؤال الثاني، أخواتها تقول يعني تعاملنا أو ممكن حتى في الذكور يتعاملون مع أمهم بصفة غير لائقة وغير محترمة في كثير من الأحيان، والوالدة والأم تدعو عليهم، هل هذا الأمر يعني جائز من الأم ومن طبعا معاملة الأبناء؟ يا لطيف، يعني شوف، إذا كان الإنسان توفي ووالداه ساخطين عليه، أو يعني بمعنى هما توفيا وهما ساخطين عليه، يعني يويح الانسان لوالدين ساخطين عليه، معناتها في الحق مش في الظلم، في الحق. بمعنى اذا كانت هاتين البنات يعني ظالمه وتؤذي الام، هي الام معروفه لما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس، يعني بمعنى أي الناس أحق بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال أمك. قال ثم أي؟ قال ثم أبوك. يعني شوف الأم، يعني هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الأولاد أن يحيطوا بحب الأم وطاعة الأم واحترام الأم وكذلك وعدم أذى الأم بأي شكل من الأشكال، لأن أذى الأم كما بعض يقولوا كما نقولوا احنا يا الجنه تحت اقدام ماش اقدام الامهات. فلذلك احنا نقولوا ان الام اذا وهي احد الوالدين اذا كانت ساخطه وسخوط هذا حق، يا ويحهم، لان عقوق الوالدين لا يدخل صاحبه الجنه مهما فعل، يصدق ويحج ويعتمر وبمعنى ويطعم يوكل، هذا كله يروح هباء منثورا، ما يدخلش الجنه. خدمه تاعو كل يخدمه بالصلاه والزكاه والصيام ويبان قدام الناس انه راجل صالح، ولكنه يؤذي امه وهو عاق لامه، فانه لا يدخل الجنه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه عاق. فاذا البنات هذو اذا كانوا عاقين امهم ما مشحن يدخلوا الجنه، لا ماتوا على الطريقه هذه ويماهم مش راضي عليهم. أمر ريحة الجنة مش موهش، لأن الوالدين راهم بمعنى خط أحمر، ما قرب وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه جاء مباشرة وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا إلى والديكم. فلهذا قال ولا تقل لهما أف، ماشي قال بما تضربهم ولا كما هما يعني يحتقروها ولا يسبوهم ولا يشتمونا، ما تقولش غير اوف، ما لا تبدي، ما تظهرش، معنى ما تبينش حتى شغل انك
ماكش راضي عليهم، ولا شكون لك مشنف عليهم، شكون زعفان عليهم، ولا بمعنى شكون لك وتقال عليا، تبين برك بدون ما تنطق. وما ادراك، اما لا وانطقت ولا ضربت ولا قلت له، فهذا اعظم. فهذا نقول لبنات هادو، مهما كانت امكم ماكوش راضيين بالك علها راهي تصرفت تصرفات، عطات الطفله هذه حبتها وهذه ما حبتهاش، مهما كانت من هذه الصفات او من هذه السلوكات، فالام هي الام مهما كانت. فنقول لهم ادركوا امركم، اجروا، سلكوا امركم، ارجعوا روحوا ارجعوا لاماكم، طلبوا منها السماح، سلموا على راسها وحسنوا اليها، اي تغير معاملتهم. باش تغير الام؟ تغير بالحنانه. الطفله اللي تكون حنينه على امها واللي تبكي على هذيك اللي تمشي معها الام، تمشي معها وتحبها وكذا وتخاف عليها. اما انتم لا كنتوا جافين جافين وكنتوا اجلاف وحجر، ما تعاملوش الام تاعكم معامله الحنانه، يعني شغل تاع اوامر، ديري هذه ديري هذه، هذه امكم، واش ندير هذه، هذه اوامر، اوامر الام تاعك انت كيفاه؟ بالعكس، الام تاعك كيف تلطف معها، كيف تحبها، كيف تامرها، يعني هذاك الامر يجي بالحنانه، يجي كما نقول ديروا الحلاوه، هذا الامر ديروا الحلاوه باش يعني الام تاعك ترضى عليك وتحبك والى غير ذلك. اما وانتم يعني شوف كيف تتعاملوا معها بهذه المعامله سيئه، يا ويحكم. لو ما ترجعوش الى الله وما تتوبوش وطلبوا السماح من يماكم وترجعوا الى الله، يعني بمعنى فانتظروا وابشروا بالنار. النار لا يتسنى فيكم، جهنم، لان لما دخلتوش الجنه كاين النار كاين الجنه. لما الرسول قال لا يدخل الجنه عاق، وين يروح مالا؟ ما دام ما يدخلش الجنه يروح للنار. واعوذ بالله، لا يلطف الله يهديهم ان شاء الله. امين، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم محمد من تلمسان ذكرت أو سألت عن طلاق، كما ذكرت لها ستصل بها لاحقا بإذن الله. فقط إلى كل مشاهدينا الأعزاء، في مثل هذه المواضيع نرجو دائما ويؤكد المشايخ أن يتصل الزوج أفضل وأحسن، لأنه هو صاحب الأمر والذي يدرك حالة يعني الحالة التي كان عليها حين أصدر كلمة الطلاق وحين طلق المرة أولى أو ثانية أو ثالثة، حتى يكون الحكم في يعني في مكانه كما يقال. فرجاؤنا من يعني في مثل هذه القضايا التوضيح، والزوج والافضل من يتصل بنا في مثل هذه القضايا. ام محمد باذن الله سيتصل بك الشيخ لاحقا. علي من تبسة من سنة يقول حينما ذهب الى الحج والعمره يعني عنده ماء زمزم معه ومخبأ، واوصى بان يغسل به حين يموت، هل هذا الامر جائز؟ نعم، يعني بعض العلماء هما قارنون يقولون بأن بركة زمزم هناك يعني في مكة، لا تنتقل إلى خارج مكة، قل لأن المكان هو المبارك، يعني والمكان هو اللي فيه تلك المزية في المكان هذا، لذلك زمزم في ذلك المكان للخاصية هذه، وهذه الميزة تقعد تم، بمعنى إنسان يستبرك به ويدعي بزمزم، فهذا يعني زمزم هناك يبقى نافعا له في ذلك في ذلك المكان. ولكن كثير من العلماء او جمهور العلماء لا يقولون هذا، يقول لا، زمزم يعني ماء مبارك حيث ما كان، لان الناس يدوا زمزم. وزمزم يبقى زمزم، لما يجيبوه للبيت هنا يبقى زمزم ولا يتغير، سبحان الله العظيم. شوف بمعنى كاين بعض الناس احنا نعرفهم 5 سنين وزمزم في البيدون ما تغير، ما لا رائحة تاعه ولا الذوق تاعه ولا الطعم، ما تغير خلاص. ايه يعني زمزم يبقى زمزم. فلذلك احنا نقولوا بمعنى اذا كان يعني مسكين يعني نوع، احنا نقولوا زمزم هو ماء من مياه، ولكن عنده خاصية، هو حب يعني يتوسم، حب بمعنى انه كأنه يترجى من الله تعالى لو غسل بزمزم، لان زمزم لما شرب له، هو يقول لما غسل له، بمعنى كانه يتمنى مسكين بهذا الغسل تاع زمزم، بالك لعل ربي يجعله بركه في قبره ان شاء الله. نتمنوا كان يغسلوا به بزمزم. زمزم يعني يجوز غسلوا به، يجوز شرابه، يجوز بمعنى استعماله في اشياء كثيره. فنقول له ان شاء الله نتمنوا يغسلوك بماء زمزم، وربي ان شاء الله يغفر لك وان شاء الله ويتوب عليك ويجعلك من الصالحين. ربي يبارك في عمره. الله يبارك في عمره ويطول في عمره. امين. ربيعه من البويره، الشيخ سؤالها تقول زوجها متزوج بزوجه ثانيه لديه مشاكل معها، وطرحت قضيه يعني المعصيه في رمضان، ف
فهل له من قضاء؟ نعم، أنا فهمت المعصية مع غير الزوجة. نعم مع غير الزوجة. نعم. فهو كان عنده شرق مشرق كثير، يعني كانت عنده اللي نسموه احنا الفطرة، هذه فطرة الإنسان، كانت عنده يعني غلبة الشهوة كما ذكرت هي كانت تغلبه في رمضان، فيعني أنه تعدى على حرمة رمضان المفهوم تاعنا احنا. في حالته هو احنا عندنا الأصل فيه بناء على مذهبنا احنا نقول له القضاء والكفارة، لأن احنا عندنا الاعتداء، ما يسمى بالاعتداء أي ماهوش بمعنى أنك كليت رمضان لأنك كليت رمضان، لا، لأنك ما احترمتش رمضان، انتهاك حرمة، انتهاك الحرمة، ما احترمتش رمضان، بما أنك ما احترمتش رمضان اسمه ما احترمتش ربي سبحانه وتعالى، لم تطيع رب العالمين. إذا في هذه الحالة لابد التعاقب، عقوبة. ما هي العقوبة؟ وهذه العقوبة هي كفارة، يعني هي بمعنى أن الله تعالى سيغفر لك بعد التوبة، التوبة يا ربي اغفر لي، مع يعني بتطبيق هذه العقوبة، تنفيذ هذه العقوبة، اللي هي تعاود تقضي ذلك اليوم مع إطعام 60 مسكينا إذا كنت تطعم، وإلا تصوم 60 مسكين، يعني اعتديت 60 يوم، يعني كفارة كبرى. وعند غيرنا حتى بعض الملكي مش معه، عند غيرنا يقول لا، في مثل هذه الحالة اللي هو يقضي فقط رمضان، خاصة لكن كبير، لكن كبير ما نقولوش احنا صوم 60 يوم، نقول لا لا طعم إلى عنده، إلا ما عندوش خلاص ما عندوش مال الحاجة ربي يغفر له، نقولوا إذا نقضي رمضان ربي إن شاء الله يغفر لك. أمين. وهي تسألكم دعاء لها بالذرية. إن شاء الله أول حاجة يعني يصلح الوالدين الأولين، ويصلح أولادها إن شاء الله من الصالحين، ويجعل أولادنا إن شاء الله كل من الصالحين يا رب العالمين، يوم يسمعونا يأمنوا معنا، يعني يصلح كل ذرية المشاهدين وذرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. مجيد من عنابة نستسمحه في طلب تفسير المنام أو الرؤية. طبعا الشيخ له حصان تفسير المنام. نعم. يا لي الفتوى وليس لي تفسير، فنعتذر لكم. عبد العالي سأل 3 أسئلة. سؤال الأول يقول والده يصر على أن يحلق لحيته بعد أن يعني أطلقها، هل يطيع والده أم يبقى على ذلك الأمر؟ هنا نقول إذا اعتبرنا أن اللحية على حد قول من فرضها وأوجبها وألزمها فهي فرض، وطاعة الوالد هي فرض، فتعارض طاعة الوالد مع طاعة الله، لأن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء أو بتوفير اللحية على سبيل الفرض عند من يقول بفرضيتها، فنقول لا يجوز لك في هذه الحالة إلا إذا كان بمعنى مشات أمر يعني أعظم من هذا، ولكن قولوا هنا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق في هذه المسألة، لأن أحيانا بعض الناس يعني لما يأمر الوالد هو شاف شوفة لعل الوالد هذا سيتأذى، هو شاف بأنه سيتأذى وسيلحقه ضرر أو سيلحقه آذى، هنا إذا كان سيلحقه آذى هنا كلام آخر، فالوالد عنده حق في النظرة هذه. يعني أما إذا كان فقط قال له ولدي ما تديرش لحية وكذا وكذا وكذا، لا، هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق بناء على من قال بفرض اللحية. أما من قالوا بأن هذه اللحية وهي عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنها سنة مؤكدة وطاعة الوالد فرض، إذا طاعة الوالد فرض إذا هو هذه سنة، أيهما يقدم على الآخر؟ قالوا هنا لا، إذا تعارض الفرض مع السنة يقدم الفرض على السنة، فهنا نقول لا، هي طاعة الوالد أولى من بمعنى منك أنت، إذا لابد من الإنسان هنا يأخذ رأي الوالد ويحلقها وجوبا، لأن قلنا بأن طاعة الوالد فرض واجبة، فهنا نقول بأن الوالد له بمعنى له الحق هنا، وتأخذ برأيه لأخذا بأن اللحية هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني يأخذ بحد الأمرين كما ذكرتم. سؤال ثاني يقول كل سنة يقيمون ما يسمى بالوعدة للولي صالح سيدي بوزيد، هل ما حكم الشرع في هذا الأمر؟ هذه بمعنى في كثير من المناطق يعملوها. هذه الوعدة كثير بعض الناس من لا يعرفها يقول لك بمعنى هذه شرك بالله، وهذه لا ما عندها حتى علاقة.
هذه عادة من العادات، ليست العلاقة بالدين ولا علاقة بال، هذه هنا فيها إطعام، فيها إطعام من يأتون إلى زيارة قبر في يعني فلان. إحنا لما نحكم من حيث الأصل، زيارة القبور سنة من السنن، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور القبور، وهذا زيارة قبر رجل صالح، والرجل الصالح كما ذكر بعض فقهاؤنا فقهائنا بمعنى أن عند قبرهم يستجاب الدعوة في مناطق، بمعنى مناطق في المسجد، في السجود، في الكعبة يعني. فقالوا عند القبر الرجل الصالح لما يدعي الإنسان ربه، يا رب يعطيني كم، لا يدعو يقول هذا سيدي فلان أعطيني، هذا حرام، لا يجوز، هذا كفر، أنت هذا شرك بالله، لأن هذا الوالد الصالح هو محتاج إليك، هو محتاج باش تدعي له باش ربي سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه وأن يجعله من الصالحين ويجعله من يعني من الدرجات العلى، هو محتاج إليك. أما بمعنى كونك أنك تدعي الله سبحانه وتعالى في المكان، أنا مكان صالح، مكان مبارك، لأنه هو من الرجال الصالحين، يعني هذا يعني إنسان وجودك هناك للدعاء له هذا مسنون مطلوب شرعا. أما بمعنى أنك تعمل حبي يدير مثلا، مادام جينا كثير من الناس يجوا باش يزوروا الولي الصالح على أساس زيارة القبر، الولي الصالح يعني هو حاب يقدم لهم خدمات، يقول لك احنا نجو إذن على ما نديروش وعدة صدقة نصدقوا، هذه الصدقة صدقة للفقراء والمساكين، يعني إذا كانت بهذه النية، نية الصدقة اللي هي هذه الأصل تاعها لما جات، هو هذا هو الأصل تاعها، ماهوش داروا الوعدة لأنه ما يجبحوا يذبحوا الكباش ولا يذبحوا البقر، يقول لك بمعنى ذبحناها لسيدي فلان، ما ذبحوا لسيدي فلان، لا لا، يقولوا بسم الله ويذبحوها، ولكن في المكان هذاك الموجود اللي ويتصدقوا بهذوك بالخراف وهذوك كما نقول الابقار ولا ثيران ولا غير ذلك، يعني يصدقوا يديروا وليمه كبيره ويتصدقون بها، ويقول اللهم اجعل يا ربي هذا الشيء ما تلوناه، كان يقراوا القران ما تلوناه من القران الكريم ومن الصدقه، اللهم اجعل ثوابها الى مثلا سيدي فلان، معناتها الى سيدي الروح سيدي فلان، اللهم اجعل هذه صدقه لهم، هذا امر جائز. نعم. في حتى مشكل. اما لو كان بمعنى يقول لك نذبح لسيدي فلان، يعني نقول بسم الله سيدي فلان، هذا شرك، وحتى واحد ما يديرها. يعني كثير من الناس عمرهم حتى واحد ما يديرها، خاش لو يديرها انسان او بين بمعنى قد اشرك، خرج. نعم. او خرج خلاص، او بعد عن الحق، راهو بعيد. اما الرجل الصالح هذا احنا نصدقوا عليه، خاش هو محتاج لينا، احنا نصدقوا عليه باش نعطوا له الصدقه ونعطوا له كما نقولوا من الدعاء ومن الاستغفار ليه باش ربي ان شاء الله يتقبله قبول حسن عنده. او سيدنا عمر ماذا كان لما يروح الحج يقول ما ادعوا لي. نعم. ماشي نقول له انت يعني سيدنا عمر لما يموت نقول يا سيدنا عمر قول ربي يعطيني ولد ولا يعطيني، ابدا. خاش اذا كان يكون هذا الرجل الصالح القبر الصالح يعني الميت، اذا كان هو بمعنى كما نقولوا احنايا ينفع ويعطيني هو، روح للرسول صلى الله عليه وسلم، نخلي الرسول عليه، نروح نقول يا رسول الله اعطيني، هو اولى. ولكن الرسول علمنا قال لا ما تديرونيش بالك وتطروني كما داروا النصارى على سيدنا عيسى، يقول لك سيدنا عيسى هو ربه واله، بالك انا راني عبد الله ورسوله، انا راني عبد تاع ربي سبحانه وتعالى ومرسول من عند مولانا، انا مانيش رب، انا نطلب رحمه ربي، يعني ما ندخلش الجنه الا برحمته، بالك تردوني رب ولا تردون اله، وما ادرك غيره الرجل الصالحين هذا من باب اولى، بالا كون نردوهم ربوب ولا الهه ولا نطلبوا منهم نقولوا اعطيني اعطيني اعطيني. نعم. وإلا يغضب علينا ربي، ولا هادو عبادي ما راهمش الهه، انا كي تطلبوا طلبوني انا يا عبادي، طلبوني انا نعطيكم، ماشي هذا، هذا طلبوني انا باش نغفر له، باش نسمح له، باش نديروه من صالحين كبار، باش نلحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ادعوني باش هادو لانهم خدموا. وادعوا ربي باش نديركم كيما هما، نخرجكم صالحين، نخرجكم ولادكم صالحين، لا غير، علاش حنا باش حنا نذكروا سيرة هذاك الرجل الصالح، ماهوش باش حنا نوقعوا في الشرك ولا نوقعوا في الحرام. فإذا الوعدة هذيك تندار يعني على وجه تاع زمان كيما كانت، باش يصدقوها لثواب الأجر تاع واش يعني طعموا واش يقرأوا القرآن، ثواب ما قدموا إلى يعني السيد الرجل الصالح هذا إليه إن شاء الله وربي يتقبل بهذه النية، هذه النية الصحيحة اللي كانوا يديروها قديما. جميل، نعم، بارك الله فيك الشيخ. سؤاله الأخير يسأل عن إمكانية التيمم بدل الغسل، لأنه يسكن في منطقة نائية بما يتعلق بصلاة الصبح و يعني برودة الماء والظروف التي هي عليه، هل يمكن له
أن يتيمم بدل كل الغسل. من لم يستطع أن يمس الماء أو أن يغتسل أو أن إن لم يجد الماء، يعني كل هذه بمعنى ظروف وسائل تاع التيمم، هي أسباب تيمم. يعني عنده سبب يخاف المرض مسكين في البرد وكذا، ما عندوش إمكانية باش يغتسل لخوفه من المرض، وهذا يعني ما موجود ولكن كأنه غير موجود، فلهذا نقول له جاز لك التيمم، جاز لك حتى ربي يفتح عليك إن شاء الله. نعم يجوز لك التيمم. نعم. ويسألكم الدعاء أيضا. الله يفتح عليه وربي يرضى عليه ويحفظه ويطول في عمره إن شاء الله في الفعل الصالح، وأن يرزقها الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين، وأن يكون مطيعا لوالديه، وإن شاء الله إذا كانوا والدي حيين، إذا كانوا ميتين الله يرحم والديه ووالدينا ووالدين إن شاء الله. أمين. كل اللي ماتوا لهم يعني. بارك الله فيك، شكرا شيخنا. شعبان من سعيدة يسأل، توفي والداه، يقول هو لا يزور المقبرة ولكن يقرأ القرآن بنية أن يكون ثوابهما للوالدين، يتصدق عليهما، يدعو إلى غير ذلك، فهل يجوز له هذا الأمر؟ نعم، العلماء قالوا لا يشترط في حق الولد والحاجة زيارة الوالدين باش تحقوا الصدقة ولا يقرأ عند قبره. يعني الإنسان حيثما كان يجوز له أن يقرأ يعني القرآن كله أو جزءا من القرآن، وأن يتصدق وأن يدعو لهما وهو بعيد عنهم، وهو بعيد عنهم، هذه كل أفعال لما ينويها يعني بمعنى إلى والديه توصلهم شرف، لأن قال مما يروى أن الإنسان يعني الوالد مثلا والد تاعه إذا كان في الدرجة مثلا أعطاه ربي الدرجة الثانية حتى يزقولوا الملائكة يقولوا يا فلان فإنك اليوم قد ترقيت إلى الدرجة الثالثة. كيف؟ قولوا لأن الوالد توليدك راه دعا لك وراه يصدق عليك ويومين يدعي ربي باش يرفعك يرفعك يرفعك، ربي تقبل الدعاء تاعه وطلعك هاك طلعت راك في الدرجة الفلانية، هكذا يعني الأفعال بالحسنات. يعني الإنسان يدعي لوالديه ويدعي لأولاده إذا كانوا ميتين، يدعي لزوجته إذا كانت ميتة، يدعي لهم ويصدق عليهم حتى ربي يعني يرفعهم، يتقبل أول شيء هذيك الحسنات اللي تصدق بها باش يجعله في ميزان حسن تاع الميت، الوالدين ولا اخوه ولا واحد من اهالي ولا اصحابه ولا غير ذلك، ويزيد يدعي لهم باش ربي يرفعهم حتى ربي يرفعهم وهما بما ما عملوا والو هما ميتين، حتى يقول بفلان راه ربي طلعك في الدرجه تاع اللي دعاء الوالد تاعك ولا وليدك ولا صاحبك، وربي تقبل الدعاء تاعه بالصدقه وبالدعاء، ربي يستجيب له الدعاء تاعك ورفعك الى الدرجه الاعلى. ولد صالح يدعو له. بالضبط، ولد صالح يدعو له. نعم، هذا من بين يعني الانسان يخلي الاثر تاعه صالح أولا، فيدعي له يدعي له حتى ربي يرفع في المقام العالي إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. آخر سؤال العمري من البرج، بقيت أظن 5 دقائق. سؤاله الأول هو نفس سؤال عبد العالي، يقول يعني ذي لحية ولكن يطلب منه تنحية، وهنالك من يصر عليه يعني ليس والدا أو ليس والده كما ذكر عبد العالي، هكذا يبدو أنه أحد الأصدقاء أو شيء. لا لا لا، إذا كان من غير الوالد ولا من غير الام، من يطلب منه بمعنى باش ينحي اللحيه من اجل هكذا فقط الاخر ما عجبتوش ولا، نقول لا، لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، هنا لا، الا اذا كان مهددا، هذاك شاف بانه مهدد فنصحه قالوا يا ودي غير نحيها لانك انت ممكنش راك راح تتاذى او شيء يحدث لك، يا ودي هذه صح، انا ينصحه على سبيل النصيحه. اما فقط يقول له ما عجباتوش ولا قال له ما ودي اختيك من اللحيه هذه وما ديرش اللحيه وتشوف صحاب اللحيه وصحاب، هذه ما يسمعلوش، هذه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، وان كانت سنه فلا يتركها من اجل هذا فقط امر من غير الوالد ولا الوالدين. لا. نعم، استقبل اخر اتصال ثم نجيب على الاجابه الثانيه. ايناس من تيارت، السلام عليكم. الو. ايناس من تيارت، مرحبا، تفضلي. الاخ عندي سؤال الشيخ. ايوه تفضلي. انا احنا على بالنا بلي قيام الليل هو تحسب من العشاء حتى وقت الفجر وتحسبها تسمع على 3. ايه ايوه بصح، عندنا هذيك في قيام الليل الساعه واحده هي اللي يستجاب فيها الدعاء، كاع في هذاك الصف كاين غير ساعه واحده، ما احنا نقوموا كاع من الزور حتى للستة تاع الفجر ولا نقوموا غير ديك ساعتين، ما عرفناش هذيك الساعة اللي نتلقاو فيها مع الدعاء المستجاب نيشان. نعم.
واضح. وثاني كاين سؤال تاع يوم الجمعه، يقال كاين ساعه ثاني يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعه. نعم. هذيك الساعه نبداو حنا نصلوا كاع من الصباح من الصباح حتى المغرب، ولا حتى يكمل يوم الجمعه، ولا ما فهمناش هذيك الساعه وين وكيفاش حنايا نصلوا باش نتلاقاو مع هذيك الساعه نيشا. نعم واضح ايناس، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على الاتصال. يجيبك الشيخ بعد قليل بحول الله. سؤال ثاني للعمري من البرج، يقول شخص يتحدث عنه كثيرا ويؤذيه كلما تسامح معه الا ويصر ويتمادى، ما الحل؟ يعني المطلوب منه ان يعامله مستقبلا. يقاطعه بمعنى ماشي قاطعه بالكليه، يسلم عليه السلام عليكم حتى باش ملا يكتب المقاطعين خلافات كذا، ولكن ما يعودش يخالطوا كما كان يمكن يخالطوا من قبل، باش ما يعطيلوش فرصه حتى يقول باش يوصل اليه، والاخر يحس لما قطع عليه، يحس شويه بانه هو غاضب عليه، ولو غاضب عليه فلهذا لعله يرتدع ولعله يرجع. ان شاء الله. نعم بارك الله فيك. ايناس من تيارت، استمعنا الى سؤالي الاول عن قيام الليل. نعم، قيام الليل كما قالت هي يعني من العشاء الى غايه بمعنى الفجر. ولكن اللي هو كما ذكرت الساعة المستجابة هي لما تكون بمعنى حوالي ساعة ونص ساعتين قبل الفجر، اللي هي الناس يكونوا راقدين، يعني راقدين مليح وانت تكوني وحدك، بمعنى الآن أي ستة غير احنا بمعنى الربعة واحد ينوض، ربعة ونص أقصى تقدير ينوض، يقرأ شوية قرآن ويصلي ويدعي ربي سبحانه وتعالى ما شاء من الدعاء، يمكن لما يدعي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يختم الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لان العلماء قالوا ما بين الصلاتين الدعاء مستجاب، يعني الدعاء تاعك مستجاب ان شاء الله، فحاول ان شاء الله في هذا الوقت بالذات انك تدعي الله سبحانه وتعالى ربي يستجب لك ان شاء الله. امين يا رب العالمين. سؤالها الثاني عن الساعه التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعه. نعم، الساعه التي يستجاب هي مخفيه، خلاها ربي سبحانه وتعالى مخفيه، لان قال العلماء ثمانيه اشياء مخفية عند الله، يعني استأثر بها نفسه وخلاها عنده، ولكن أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ملامح وأعطوا العلماء ملامح. بعضهم يقول كما قلت هي بمعنى تكون ما بين جلوس الإمام في ما بين الخطبتين، بعضهم يقول بمعنى في الجمعة بالذات، ولكن مشوا الأغلبية إلى بعد يعني بعد العصر، ما بين العصر إلى المغرب، وقالوا هي أقرب إلى المغرب، الساعة اللي تكون أقرب إلى المغرب هي المستجابة. نعم. فهناك الانسان بمعنى النص على الخلانيه يحاول الانسان يعني شغل كانه يخصصها ليه لنفسه ويدعي فيها، يدعي فيها الرب سبحانه وتعالى، يبدا كما قلنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي ليه والولاد والبلاد ولا غير ذلك، ويختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا الدعاء مستجاب ان شاء الله، وربي يتقبل منا ومنهم شكرا. امين رب العالمين. شكرا جزيلا استاذ فضيل الشيخ الدكتور كمال البوزيدي على كل ما تفضلتم به وفتمونا به في هذه الامسيه الطيبه. شكرا لكم انتم مشاهدينا الاعزاء على كرم الاصغاء والمتابعه، شكرا لكل من اتصل وتواصل معنا في برنامجكم للفتوى هل سالوا، شكرا للفرقه التقنيه التي رافقتني طيله هذه الامسيه، غدا لقاء جديد من برنامجكم هل سالوا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ننصت واياكم الى اذان صلاه المغرب، وتقبل الله صلاه الجميع.